ها الكلام على مين النهارده؟ شيرين لسه معانا يا استاذ. تاني هي مش قالت هقفل بابي على نفسي وحياتي خط احمر؟ على فكره انا مش هتكلم على شيرين بس. اتفضلي يا استاذ. طب تمام يلا بينا. بحبه يا عمرو بحبه، مفيش رجوع لحسام حبيب. انا اتجوز الفيل ابو زلومه وما اتجوزهوش، اتجوز قرد من جنينه الحيوانات ولا ارجعلوش، وحبيته عقربه واعتزلت خلاص اسم حسام من حياتي. وهوب رجعت شيرين لمطرحها ولا حاجه حصلت، رجعت شيرين لحسام تاني. حتى مش صابرين عليا اعبر لكم عن مشاعر شيرين. المهم يعني انتوا فاكرين ان شيرين هي الفنانه الوحيده اللي رجعت بعد انفصال ومشاكل وقضايا؟ لا طبعا. طب ما تيجوا نعرف مين تاني من الفنانات عملوا كده زيها. انا مريم مجدي ويلا بينا نبدا. كلنا عشنا ازمه شيرين من ساعه جوازها لحسام لحد انفصالها ورجوعها ودخولها المستشفى. مش محتاجين طب اي تفاصيل؟ متاكدين مفيش معلومه سقطت منكم كده ولا كده؟ عادي احنا مع بعضينا ونفكر بعض، ما فيهاش حاجه. الساعات اللي فاتت سيرتهم على كل لسان، والكل مصدوم من رد فعل شيرين السريع ده. ايوه متوقعين منها انها ترجع يعني، بس مش بسرعه كده، يعني ادي نفسك فرصه يا فنانه، الناس تقول علينا ايه. الحقيقه ان موضوع رجوع شيرين لحسام ده خلانا نفكر كده، هو في حد تاني بعد الانفصال والشوشره والقضايا عمل زي شيرين ورجع تاني؟ يعني لما قالت زمان قلبي خلاص من الموضوع ده اتقفل وتوبه من دي النوبه، لا هو ولا غيره، بس ما حلفتش يا جماعه الله. الوسط الفني حالات رجوعه بعد الانفصال حدث ولا حرج، ركز معايا كده ويلا نعرف مين دول وعملوا ايه. مفيش احسن من الثنائي نور الشريف وبوسي اللي نبدا بيهم وبقصه حبهم الرومانسيه، ورغم الازمات اللي مروا بيها الا انهم فضلوا متمسكين ببعض حتى بعد الانفصال. وقبل شهور قليله من وفاته اشتد المرض عليه، فقررت بوسي ترجع له علشان تكون جنبه. العلاقه بقى بين روجينا وجوزها اشرف زكي شهدت برضه فتره انفصال، وروجينا قالت ان الفتره دي كانت صحيه ليهم علشان يقرروا هيكملوا ولا لا، ووصفت المرحله دي بانها صحيه جدا ليهم علشان القرار اللي هياخدوه، وقالت ان سبب القرار ده كان عدم تقدير من جوزها لكل اللي عملته فتره جوازهم، واتهمت صاحبتها انها حاولت تخطفه منها. السوبر ستار محمد حمائي لما انفصل عن مراته مصممة الأزياء نهلة الحجري، وده لمدة سنتين في 2014، ورجع لها تاني في 2016، وده لما غنى لها أغنية ما بلاش، ووجه كمان ليها الشكر في تتر الكليب. بعد العودة عمل حمائي شهر عسل جديد، وفي لقاء ليه قال كل واحد مننا كان بيلقي اللوم والعتاب على التاني، وده كل ما وقع خلاف بينا علشان كده قررنا الانفصال، ولكن هي ما غابتش عن خيالي ولا تفكيري للحظة، ولما قررنا نرجع كانت علاقتنا قوية أكتر. طب هل تصدق إن أحمد السقا ومها الصغير انفصلوا ورجعوا تاني لبعض؟ أيوة مها قالت في حوار ليها أنا اتطلقت من جوزي أحمد السقا مرتين، وده بسبب الخلافات، انفصلنا ورجعنا وانفصلنا ورجعنا، دي ناس كتيرة مش عارفاها. وبحس اني لما بقولها للناس كاني بقول حاجه غلط، في ناس كتير بتبقى في مراحل ان انتوا تنفصلوا، ده اسلم حل لينا ولعيالنا ان كل واحد يمشي لوحده. وقالت ان ده كان بسبب مشاكل كتير جدا، فعملت وقفه مع نفسها لانها كانت بتسعى دايما لارضاء الطرف التاني، وفي الاخر محدش بيرضى وبيدوسوا عليكي اكتر، وده كان بعد ما خلفت ولادها الثلاثه، ووقتها حصلت خلافات بينها وبين ابوها، مع انه كان هو اللي بيدعمها في البدايه، لكن اتطلقت لانها كانت فعلا بتعاني. والحقيقة ان السقا قال ان مراته ليها الفضل في استمرار جوازهم 22 سنة، واكد ان الثقة وتحمل الاخر وقت الغضب والعاطفة هما الاساس. من ابرز برضو اللي انفصلوا كانت غادة عبد الرازق، وده بعد ارتباطها في 2008 بالمنتج وليد التبعي، ورجعوا لبعض اكتر من مرة ولكن انتهت بالانفصال. وحتى جوازها من الصحفي محمد فودة اللي قالت انه خانها فانفصلت عنه، وفضلوا بقى ينفصلوا ويرجعوا لحد ما وقع الطلاق. بعدها اعلنت جوازها من هيثم زنيتا مدير الاضاءة، وده بعد مسلسل حكاية حياة واللي كان سنة 2013، وبعدها انفصلوا. وبعد 6 سنين واثناء تصوير مسلسل سلطانة المعز اللي هو سنة 2020 اعلنت رجوعها ليه. سعد الصغير والفنانة الشابة بيرلانتي عامر اللي رجعوا لبعض بعد انفصال سنة لما نشرت وقالت بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير، تم الانفصال بيني وبين سعد
طلاق نهائي، وده لما نشرت فيديو على حسابها الشخصي بيحتفلوا بيه في عيد جوازهم. قالت لك ايه بقى؟ ان الانفصال كان بسبب مسرحية شارك فيها سعد الصغير في السعودية، وسعد قال لها انها هتبقى معاه في المسرحية دي، وعلشان يثبت لها انها صح قال لها هتبقي طالق بالتلاتة لو ما خدتكيش معايا، وفجأة سافر لوحده، فهي نزلت خبر الطلاق من غير ما تقوله، وقالت ان سعد كل يوم يطلب منها ترجع وهي مش موافقة، واحنا بنتكلم كاصحاب عادي. كمان المطربة ايناس عز الدين نجمة ذا فويس رجعت لجوزها بعد انفصال سنتين في 2018، ونشرت ايناس صورة بتجمعها بيه، وعلقت ان الانسان ممكن يهرب من حاجات كتير في الحياة إلا قدره، ومهما حكيت لكم عن فرحتي مش هقدر أوصفها، فرحتي الكبيرة بفرحتكم ودعوتكم لينا. وسنة 2019 انفصل عمرو سعد عن مراته شيماء فوزي، وده بعد جواز استمر أكتر من 13 سنة، ورجعوا لبعض بعد 6 شهور. شيرين عبد الوهاب طبعا كانت آخر الفنانين اللي انفصلوا أكتر من مرة وبيرجعوا تاني للطرف التاني، يا ترى نقفل القوس ده ولا ممكن نتفاجئ بحد جديد في الوسط الفني بيرجع لبعض؟